السلام عليكم، انا سميتي محمد رحو. احنا مجموعه تاع طلبه كما نقولوا تعاوننا، درنا هذه واحد العامين، درنا هذه المبادره هذه على حسب اننا نشوفوا الناس، نسيبليو الناس اللي في وجده هنايا عايشين غير في الزنقه ما عندهمش مأوى. كنحاولوا ما امكن اننا نجمعوا المساعدات من الناس، وكاين الناس تاع الخير تبارك الله اللي كيعاونوا وكيجمعوا معنا. الحمد لله تيسرت، وكنديروا 4 ديال لي ويكاند، يعني الشهر فيه 4 ديال لي سيمين كنديروا 4 ديال المرات، يعني كل حد كنجتمعوا وكنوجدوا داكشي اللي خصنا نجمعوا كما كتشوفوا. وان شاء الله هادشي بتيسير، الله يزيد القدام ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، انا سميتي شيماء حسناوي، ايتيديون 3 جامعه البيولوجي. بالنسبه للمبادره ديال الفطور وفطر، بدات بصراحه في مدينه الرباط ومدينه كازا، وقلنا علاش لا اللي ما ندخلوهاش لمدينه وجده. صاحبه الفكره كانت هي واحد البنت مريم اللي هي مدينه الخميسات ماشي مدينه وجده. هذا العام الثالث، العامين قبل هي اللي كانت بداتها، وشاركنا معها وقلنا علاش ما نعاونوهاش. وبصراحه قال لي زيتيديون اللي معنا هنايا هما ماشي كاملين من مدينه وجده، داكشي علاش قلنا علاش ما نجمعوش نديروا هذه المبادره. بالنسبه للمبادره سميتها فطور وفطر، كيف ما كتشوفوا حنا ما عندناش لوكاليزاسيون، يعني غير مجموعه ديال لي زيتيديون جمعنا باش نديروا الخير. وبالنسبه للباج ديالنا سميتها فطور وفطر، دايرين جروب في واتساب وجروب ودايرين باج في انستغرام اللي كنتفاهموا على التوقيت، على شحال كنجمعوا، شحال جمعنا نتاع الفطورات بالنسبه للناس اللي بغاو يساهموا وبالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا. شكرا. بالنسبه لهذه المبادره حنا كنستمروا بها طيله شهر رمضان، وان شاء الله كنحاولوا اننا نجمعوا بزاف ديال الفلوس باش في الاخر ان شاء الله نتمكنوا باش اننا نديروا قفف رمضانيه اللي نقدروا نزعوهم على الناس المحتاجين. وكما كتشوفوا فحنايا هنايا مجموعين طلبه كنخليو من الوقت ديالنا باش اننا نديروا هذا العمل الخيري، وما عندناش مقر، حنايا كنجمعوا غير في هذه الجرده اللي هنايا، وكنتمنوا اننا نزيدوا نتطوروا ونديروا مقر ديالنا وان شاء الله. اذا هذه المبادره هي مبادره فطر فطر، مرحبا باي واحد بغى يتساهم معنا، لا بالفلوس لا بالوقت ديالو، وكنتمنوا اننا نكبروا العائله ديالنا. وشكرا.